لو انت مش عارف الجنون اللي بيحصل دلوقتي حالا في اوكرانيا وتطورات الغزو الروسي ايه، فخليني اقول لك ان القوات الروسيه حاليا بتعمل هجوم شامل على موقع اكبر واخطر كارثه نوويه في التاريخ، مفاعل تشيرنوبيل. بداية كده وعشان تبقى على دراية بالأحداث، خليني أقول لك إن منطقة مفاعل تشيرنوبيل دي كانت هتدمر أوروبا كلها قبل كده، لما المفاعل اتفجر سنة 1986، الغبار النووي بتاعه بدأ ينتشر وقتها بشكل كان هيغلف أوروبا كلها تقريباً، دول بره أوروبا كمان، بسحابة من الغبار النووي اللي كانت قادرة إنها تقتل ملايين الناس أو تمحي دول بناسها واللي فيها، بس الروس ساعتها لحقوه وسيطروا على الكارثة وغلفوا المفاعل كله بسواتر عشان يمنعوا أي تسريب منه، كل ده حصل أيام ما كانت أوكرانيا لسه جزء من الاتحاد السوفيتي. ولحد وقتنا هذا بتفضل قصة تشيرنوبيل مثال للإهمال الجسيم لما يكون قادر على تدمير بلاد وشعوب كاملة. طب ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ اللي بيحصل دلوقتي هو ان الرئيس الاوكراني زيلانسكي لسه من شوية طلع بتصريحات اقل ما يقال عنها انها مرعبة، بتتوجه بالتحذير لدول اوروبا كلها، لما قال ان القوات الروسية دلوقتي بتتقدم ناحية المنطقة المحظورة في مدينة تشيرنوبيل وانهم بيهاجموا القوات الاوكرانية اللي بتحرس منطقة الكارثة النووية. الصراع للاسف ممتد دلوقتي جنب المفاعل بالظبط، وعدد ضخم من قوات الحراسة الاوكرانية لقوا حتفهم دفاعا عن المفاعل. الروس بيحاولوا يحتلوا منطقة تشيرنوبيل بالكامل وبيهاجموا هجوم مكثف بكل اللي عندهم، ده عشان تشيرنوبيل قريبة جدا من العاصمة كييف وموقعها هو على بعد حوالي 130 كيلومتر في الشمال. حسب كلام متحدث باسم وزارة الداخلية الأوكراني، فالهجوم ده ممكن بأي خطأ ولو بسيط يصيب المفاعل ويسبب تسريب ضخم ويبدأ من جديد الكابوس النووي القديم اللي اتلحق بالعافية في الثمانينات، بقى أيام ما كانت الدنيا مستقرة ومفيش حروب، فما بالك بقى باللي ممكن يحصل دلوقتي والدنيا ولعة. الرئيس الأوكراني زيلانسكي بيقول إن الخطوة دي بمثابة إعلان حرب على أوروبا كلها، وقال إن الجنود الأوكرانيين دلوقتي بيبذلوا دمهم وبيحاربوا بضراوة لإنقاذ أوروبا كلها من الاحتمالات المرعبة اللي ممكن تحصل، عشان التأثيرات الإشعاعية الناتجة عن أي قصف للمفاعل هتمتد للأراضي الأوروبية كلها. الروس للأسف تجاوزوا كل الخطوط الحمراء، واللي بيعملوه دلوقتي ممكن يسبب كارثة حقيقية تهدد العالم كله، مش بس أوكرانيا ولا أوروبا. فيا ترى إيه اللي بيفكر فيه بوتين؟ وهل هجومه على منطقة تشيرنوبيل هو هدف استراتيجي بالنسبة له عشان يقدر يسيطر بيه على أوروبا كلها ويهددهم من موقع حيوي، ولا اللي بيدور ممكن يكون أبسط من كده؟ الله أعلم، بس مشاهد الحرب الدموية الضخمة الدايرة على الأرض هناك دلوقتي بتنقل نظرة مخيفة عن المستقبل اللي بيستنى القارة العجوز كلها ومعها الكوكب كله بالتبعية. كان معاكم أنا أحمد دياب وإنتم على موقع صدى الملك.